طبعا وهي دي اللعيبه طبعا. اللي بتيجي من الاقاليم هي اللي بتكمل. يعني حضرتك لو النهارده في تفكير انا اعمل ايه؟ اعمل دوري للانديه الجماهيريه واعمل دوري للشركات، وخد العدد الاكبر من الجماهيريه وخد لك نادي او ناديين برضو من الشركات، فانت هتفعل دور الانديه الجماهيريه، يعني هتخلي الانديه الجماهيريه تظهر. لكن انت النهارده قدام حضرتك كده بلديه المحله لو صعدت، تقول لي بقى كده عندك طنطا وبئر الاسمده وكرنس وجمهوريه شبين، كل الناس دي لو الفرقه اللي تحت كسبت يبقى المنصوره بالسلامه، كفر الشيخ بالسلامه، الاولمبي السكندري بالسلامه، سبورتنج بالسلامه، ده كله درجه ثالثه، ده كله درجه ثالثه. انت لاول دوري في العالم احنا بنتنشع على نادي شعبي يطلع لا واول دوري في العالم يبقى خمسه يصعدوا و11 ينزلوا. انت متخيل ان 11 فرقه تنزل؟ 11 فرقه تنزل 11 فرقه يا نهار اسود. يعني 11 فرقه تنزل، الفرقه من دول صرف 40 50 مليون، ويجي فرقه صرف 2 جنيه من تحت درجه ثالثه تروح طالعه على المكان ده. مع ان خلي بالك الانديه الشعبيه صرف ملايين السنه، طنطا وبديه المحله طبعا كله صارف، ممكن في الاخر تلاقي كله صارف، كان خايف على حته وجمهوريه شبين كمان يلعب درجه ثالثه.